بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليتدبر الناس آياته فيهديهم ويرشدهم إلى سبل السلام. هذا القرآن بحد ذاته معجزة، ونتناول من الآيات ما يتعلق بالمهم من واقعنا، لأن تفسير القرآن الكريم كاملا له مواطن أخرى في بيوت الله قمنا بها ونتم بالمستقبل إن شاء الله. وأول حلقة نتحدث فيها عن إعجاز القرآن. الإعجاز والمعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد رسول من رسوله ليعلم الناس أن هذا الأمر لا يستطيع أن يقوم ويفعله ويخلقه إلا الله تبارك وتعالى، فيدرك ويعلم علم اليقين أن هذا النبي أو الرسول مرسل من الله تبارك وتعالى ليبلغهم أوامر الله. ولكل نبي معجزة أو معجزات، من معجزة صالح عليه السلام عندما طلبوا منه أن يخرج لهم من الصخرة ناقة، فدعا ربه فتورمت الصخرة وانشقت وخرجت منها ناقة وولدت الناقة تبيعا لتوها، وهذا أمر لا يستطيع بشر أن يقوم به، فهو إذن إعجاز أو معجزة يقوم مقام قوله تعالى للناس: صدق عبدي فيما يبلغ عني. وكل نبي كان يعطيه الله من المعجزات ما يبرع به قومه حتى لا ينكروا ويقولوا هذه أشياء لا نعرفها. فمثلا في عهد سيدنا عيسى عليه السلام كان قد انتشر الطب، فجاءت المعجزة المسيح عليه السلام بأمر لا يستطيعه الأطباء، نطق في المهد ويستحيل أن يستطيع طفل رضيع أن ينطق، ثم كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ولا يستطيع الطب مهما تقدم أن يحيي الميت، ولو استطاع الطب لأحيى الأطباء أنفسهم ومنعوا عن أنفسهم الموت، كل نفس ذائقة الموت. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فله معجزات حسية، منها انشقاق القمر، قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه المعجزة الحسية أدركها الناس وكشفوها في عصرنا الحديث عندما اكتشفوا كتابة في الصين مكتوب عليها: بني هذا المكان في العام الغريب السماوي الذي انشق فيه القمر، فحرروا الترجمة فكان الواقع وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخها. ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية كثيرة، نبع الماء بين أصابعه وكذا، ولكن أعظم معجزة وأهمها هي القرآن الكريم. لماذا كانت أهم معجزة؟ لأن هذا الدين هو خاتم الديانات السماوية إلى يوم القيامة، فالقرآن باق إلى يوم القيامة، والقرآن معجزة للبشر إلى يوم القيامة. كيف كان معجزة؟ إن الله تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله، وأشار القرآن إلى هذا وعجز العرب والعجم عن ذلك. ثم عندما كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفتري وأنه ساحر وكذا،
تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر آيات بعشر سور مثله مفتريات. إذا كان محمد اخترق القرآن سوى فقط عشر سور. ثم في المرحلة المدنية في أول سورة البقرة يتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله كل من يشهد عصركم استعينوا به إن كنتم صادقين فيما تقولون أن محمد اختلق هذا القرآن سورة واحدة فقط. فإن لم تفعلوا لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. من كلام صف كلام؟ لا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أيضا هذه معجزة أنه لن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل، وما استطاع البشر مع عنادهم وتكذيبهم للقرآن أن يعارضوه ولو بسورة واحدة. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن عجز الناس أن يأتوا بسورة. والمفسرون القدامى أشاروا إلى إعجاز القرآن البلاغي واللغوي، وفعلا العرب كانوا فرسان الفصاحة فعجزوا، ولكنه في غضون آياته البينات تعرض لنواح علمية ولأمور مستقبلية، فكانت كما ذكر القرآن، وهذا لا يستطيعه محمد ولا غير محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أن كل شيء في العالم زوجين اثنين ذكر وأنثى، ويكون كما قال وهو أمي، أن يقول أن الرياح لواقح تلقح الأشجار تلقح الغيوم. هذه أشياء علمية كشفها الناس في القرن العشرين. أما صف الكلام فهذا ولو كان وافق سجع معين أو نظم معين في لغة العرب فليس هذا معناه أنه استطاع أحد أن يفعل ذلك وأن يأتي مثل القرآن. ولذلك عندما طلبوا من مسيلمة الكذاب قالوا له: محمد عنده قرآن فأنزل قرآن، أتينا بقرآن. فقال لهم الفيل، تقليدا لسورة الفيل: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوما طويل وبطن كبير وذنب قصير وبطن كالزنبيل. هذا كلام فارغ لا معنى له، بينما سورة الفيل تشير إلى أعظم حدث في تاريخ الأمة العربية عندما أتى إبراهيم بالفيل ليخرب الكعبة، فقالوا له: لا نستطيع أن نفعل شيء، إن للبيت ربا يحميه، وقد حمى الرب بيته وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهكذا الكفار يعاندون ويعاندون ويظنون أنهم يستطيعون أن يكذبوا رسل الله ويبعد الناس عن هذا الحق الذي أنزله الله، ولكن الله لهم بالمرصاد، والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.